معانا في مديريه الصحه الجديده من اللي هم اللي كانت عماله موسميه على متعاقده على صناديق تحسين الخدمه في المستشفيات وفي المديريه، واتوعدوا انهم هيثبتوا الكلام ده من اول الثوره ما قامت. جه التثبيت بس جه بشكل معين، جه التثبيت على الصناديق تحسين الخدمه بالمستشفيات وبالمديريه. هم ده مش عاجبهم ومعاهم حق، هم عاوزين يبقى درجاتهم زي بقية درجات اللي درجات جم وطالبوا بهذا، واحنا خاطبنا وطالبوا بالحد الادنى للحد الادنى من المرتبات، واحنا خاطبنا وزاره الماليه منين نجيب الحد الادنى. يا باشا دول كلهم زملاء وكلنا من اول وجيل الوزاره لغايه اصغر موظف يعرفهم ومتعاطف معاهم. تهديدات ايه؟ بقول لك يعني انتوا مش كل الناس عارفاكم، يعني حضرتك جبت لنا مباحث الجيزه في المكتب عند حضرتك. لا لما يحصل تظاهر من الساعه 10 لغايه الساعه 3 وسايبين شغلكم، يبقى لازم نقول لل موظف الصحه في مشكله. انا كموظف ما شغل لازم انا بقى مين يجيب لي حقي؟ انا كموظف احنا نجيب لكم حقكم، وانتوا سبع شهور بنجري في نفس الفلوس ومحدش. ده 3 سنين يا عم. لا بقى لنا اكتر من 7 شهور بنجري عليكم، ورحنا وجينا وهنا وهنا، وفي الاخر بتقولوا لنا روحوا انتوا الماليه. احنا اللي نروح الماليه ولا المسؤولين بتوعنا اللي يروحوا الماليه؟ لا المسؤولين ما راحوش، بالدليل ان من يوم الحد اللي فات لحد النهارده ما جالناش رد ان احنا هناخد ولا مش هناخد، وما عرفناش اي ولا احنا ابيض ولا احنا اسود ولا احنا يمين ولا وديت معاهم وهم شاهدين وكيل المديريه راح للماليه وراح للوزاره وراح للتنظيم والاداره عشان يجيب لهم حقوقهم فعلا. ويعني لا 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 يعني انت عمرك شفت ان كل القيادات في الـ في الـ في العمل يعني قد يكونوا اصدقاء الناس دي، بس بيجوا فاحيانا حقوقهم بقى واعصابهم بتبقى، بس هم كلهم معروفين واصدقاء، بقول لك للناس يعني اصدقاء لوكيل المديريه، اصدقاء لمدير اداره مدير الشؤون الاداريه للمدير الماليه، زي ما انت شايفني كده بكلمهم بس بندق لهم باساميهم. الكادر هل الاداريين والعمال تبع منظومه وزاره الصحه ام مش تبعها؟ علشان ما يصورش القذاره اللي جوه، لان المباني جوه وسخه وفي الاسره والحاجات، لان ما فيش موازنه للتكلفه، المريض نفسه حالته مزريه، فهو مش عايز يخليك تشوف الحاجه اللي انت مش عايز يشوفها، لان المكان انت داي والدهان بيدهن اهو، ده دليل على انه للزياره مش للمريض ومش للواقع الفعل اللي انت عايزه. احنا بنسأل سؤال، احنا مطلوب منه حاجة من اتنين، هل موظفي الاداري موظف في المستشفى او في المديرية والعامل تبع منظومة وزارة الصحة ام مش تبعها؟ تم تطبيق الكادر وكان مكتوب في الكادر في الاول ان هو للموظفين الاداريين والعمال ليهم نصيب في الكادر 50%، ولم يتم تطبيقه على الاداريين. اللي تم تثبيته من الفئة اللي تم تثبيتها على الموازنة العامة، هو بيقول ديالهم درجات، الدرجة خاصة، ما معنى درجة خاصة وما معنى درجة عامة؟ أنا كموظف أطبق له مرتبه إزاي؟ أديله نص مرتبه من صندوق تحسين الخدمة بتاع الوزارة وأديله نص مرتبه من وزارة المالية؟ هل يحق؟ إحنا عايزين نفهم ده علشان نطبق الكلام اللي هو بيتقال، عايزين نفهم نطبقه ازاي او احنا فين من المنظومة. بس احنا مش عايزين اكتر من كده. هو بيكون عدالة اجتماعية، يعني احنا موظف ليا 30 سنة اداري شؤون عاملين في الفئة اللي هي تخصصت مساعد اداري خدمات طبية، فين دول من منظومة وزارة الصحة؟ العمال اين هم من منظومة وزارة الصحة؟ اين هم من كادر وزارة الصحة؟ مش عايزين اكتر من كده، احنا عايزين نسمعه صوتنا وطلباتنا بس، مش عايزين اكتر من كده. الرسالة وصلت، كان حقنا جه، الرسالة ما وصلتش، ما وصلتش، هتوصل امتى؟ بقالنا 15 سنة هتوصل امتى بقى الرسالة؟ ما كفاينا، ده احنا اللي مشغلين المستشفى هنا، المستشفى من غيرنا ما تسواش، المستشفى من غيرنا ما تسواش. بتمدونا على العقد ليه؟ بتمدونا على العقد ليه طيب؟ ما احنا مالناش لازمة، بتمدونا على العقد ليه؟ العقد بس هي اللي هي المهمة بالنسبة لنا، احنا مهمين.
يعني انا واخد حقوقي كلها كموظف، حقوقي اداريا اخدها، لكن حقوقي ماديا اداس عليا بالجزمه، وادي وكيل الوزاره سامعني اهو. على فكره السيد وكيل الوزاره، السيد وكيل الوزاره بقى لنا اكتر من 7 شهور على مكتبه وما خدناش جنيه في جيبنا برضه. قاعد في التكييف ومكبر دماغك يا دكتور. السيد وكيل الوزاره وراك اهو، لو عايز توصل له اي رساله هو وراك اهو، لكن ما فيش اي حاجه. وقفنا مره واثنين وثلاثه وعشره عشان نطالب بحقنا، ما حدش جاب لنا حقنا. جابوا لنا المباحث. اخر حاجه جابوا لنا المباحث في مكتب وكيل الوزاره. مباحث الجيزه. مباحث الجيزه. جابوها لنا في المكتب. والنهارده برضه تهددنا. والنهارده تهددنا ولا في فايده. متعلمين. النهارده تهددنا على الملا يا عم، وتهددنا النهارده مره واثنين. انا بنقبض 500، بنقبض 500 جنيه، يعملوا لنا ايه؟ بره بيقبضوا بال 1000 وال 200. وانا هاجي لك الزيادات، وعملنا ورق وعملنا كل حاجه، ما فيش حد بيجيب لنا حقنا. لا لا، ما حلو والله، سر الفل والله، ان شاء الله تستمر باذن الله. باذن الله. لا 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 ابدا، ادم بياخد حقه هيعمل، مش هياخد حقه هيعمل. ايوه، بنيجي الصبح الساعه 7 الصبح، العامل بيكنس وبيعمل كل حاجه، ما عامل زينا برضك بيقبض زينا كده 500 جنيه. العلاج كويس هنا؟ بيصرف له بيصرف لنا تامين، وبنصرف على قرار على نفقه الدوله. ايوه بيصرف له عموما علاج هنا. احنا ساعات بنسمع مشاكل في الصحه وفي المستشفيات. ما في علاج مش في الصحه، في علاج مش موجود في الصحه. في ناس بتقول ان اللي في المستشفيات بيعملونا وحش قوي. لا 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 والله ما في حاجه من ده. هي الناس بييجوا يشتمونا اصلا، ويجوا يعني يقولوا كلام اصلا مش كويس، يعني شتيمه ويعني حاجات يعني ما تتقالش صراحه. انا شكوتي اللي احنا طالبين بحقنا، اللي احنا ناخد حقنا اللي هو الحد الادنى، والمرتب بتاعنا قليل. 500 جنيه يعمل لنا ايه؟ 500 جنيه انا معايا 6 عيال يعملوا لي ايه؟ وايجار بقى لي 15 سنه. 500 جنيه اللي انا باخدهم، ولو غبنا يوم بيتخصم اليوم بيومين. ولا درجه جزاء. بنبطشيات بكل ما خدناهوش لسه الحد الادنى، لسه ما خدناهوش والله. كلمنا كتير والمدير قال لنا هيجي وما جاش. اه بيقول ما حدش جاب حاجه، وادي احنا احنا ساكتين اهو وصابرين، هنعمل ايه؟ يعني انا ماسكه كلها لوحدي، ما حدش حتى بيجي حتى يساعدني باي شيء. فين انا ماسكها لوحدي والله العظيم. كل واحده باسم، ديك في المطبخ لوحديها، انا في المغسل، انا ماسكه المغسل لوحدي. ازاي المغسل المستشفى كلها عليا انا، غسالاتي كلها بايظه، شغاله على غساله واحده، وما بينوبنا الزعيق من الحكيمات والبهدله. احنا هنعمل ايه طيب؟ الاكثر حد احنا ما خدناش الاكثر حد اتطبق على الجماعه اللي قدام، واحنا ما خدناش. لا بنقبض 500 جنيه بنركب منهم وبنعمل منهم، هياخدوا لنا مرتب. الاجره الوقت غليت، وبيقولوا البنزين غلي والجاز غلي والمواصلات غليت، ندفع احنا جنيه ونص من هنا للمريب.